سبق أن قلنا في هذا المجال أن الحكومة التركية ما زالت تحن إلى الماضي وتسعى إلى إعادة أمجاد إمبراطوريتها الكبيرة في ذلك الوقت، وهي دائما تشير بشكل وبآخر على أن جزء من العراق هو يتبع لتركيا وليس للعراق، وكأنها ترفض التغيرات الجديدة التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. لذلك هي تدخل إلى العراق بهذه الطريقة، وقبل هذا الدخول لها قاعدة في بعشيقة الآن لتركيا، ومنذ سنوات أكثر من 5 سنوات في زمن حكومة العبادي دخلت عنوة وبقوة وبدون احترام القانون الدولي، وأخذت مناطق مهمة من شمال العراق، وهذا يعني أنها تخطط لضم أجزاء من سوريا ومن العراق إلى الإمبراطورية التركية في محاولة إعادة أمجادها. الدخول الأخير حقيقة هو سافر ومبتز ولا يحترم أي قواعد ومعايير دولية، على الرغم من أن هناك اتفاق بين الحكومتين التركية والعراقية في زمن النظام السابق العراق قصيد زمن صدام حسين، يجيز للطرفين متابعة الجهات المناهضة للحكومتين لمسافة 20 كيلومتر، سواء العراق له الحق في متابعة الجهات المعادية له لمدة لمسافة 20 كيلو، والأمر أيضا ينطبق على القوات التركية. لكن هذه الاتفاقية إلى حد ما لم تعد فاعلة، فسمحت للأسف الشديد الحكومة التركية لنفسها إقرار ما تراه مناسبا لحماية مصالحها، وتجاوزت على الحدود العراقية وعلى السيادة العراقية. ما الذي حاولت أن تقوله الحكومة العراقية من خلال مذكرة الاحتجاج هذه للنظام التركي؟ المذكرة واضحة جدا، إدانة شديدة للتدخل التركي، ولكن واقع الحال يجعلني أقول أن حكومة بغداد غير مبسوطة اليد على كردستان، وحكومة كردستان هي الحكومة التي تتولى حماية أراضي هذه المنطقة ما يسمى كردستان أو شمال العراق أو حكومة إقليم كردستان. ودائما نرى أن حكومة كردستان تمنع أي قوة اتحادية من الوصول للحدود العراقية. تركيا تزعم أن هناك جماعات مسلحة، حزب العمال غيرها، تستهدف القوات التركية وتجعل ابن العراق منطلقا لعملياتها بهذا العذر. لكن لابد من حل هذه المشكلة وإزالة المبررات، وبالتالي منع تركيا من الدخول إلى الأراضي العراقية بأي عنوان. لكن واقع الحال يجعلنا نقول أن أهداف حكومة تركيا أعتقد ليس أهداف فقط مرحلية تسعى لمتابعة الجماعات، وإنما تمتد لإعادة العرق التركي. قبل أشهر سمعنا موقفها مع أذربيجان، وأيضا موقفها تجاه شمال سوريا، يعني فكل هذه الأحداث مرتبطة مع بعضها البعض، أيضا في علاقتها بليبيا، محاولتها لتسيد الموقف سياسيا ودينيا من جديد وإعادة أمجادها، و لربما الحصول على يعني هل إصدار هكذا بيانات من قبل الحكومة كافية لإيقاف النظام التركي من التوغل واختراق السيادة والأجواء العراقية برأيك؟ لا تمتلك تلك الحكومة أكثر من هذا الأمر. الحكومة العراقية الآن للأسف الشديد هناك جهات محلية سياسية تسعى إلى إضعاف حكومة الكاظمي. هذا الإضعاف بالنتيجة يؤدي إلى إضعاف العراق في مقاومته التجاوزات الخارجية على العراق، تجاوزات سياسية، تجاوزات دخول قوات أمنية، قصف طائرات من هنا وهناك، هذا يجعل الحكومة العراقية غير قادرة. لكن الحكومة العراقية الآن تمتلك ملفا واحدا ناجعا لو استخدمته يمكن أن تؤثر على تركيا، وهو تقليل التبادل التجاري مع حكومة تركيا. إن استطاعت الحكومة العراقية بشجاعة استخدام هذا الملف، أعتقد ربما ستجبر أو تحدد أو تقوض من عمليات التدخل التركي في منطقة كردستان. شكرا جزيلا لك أستاذ الإعلام دكتور غالب الدعمي على هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بغداد، شكرا لك.